سيدتي الفاضلة، البكا كتير، الرعب أكبر، دخل عيانة عمليات انهيار من البكا. ليه؟ ورم 14 سنتي في عنق الرحم، مفيش حد قال لها إلا ما هنشيل الرحم، مفيش حد قال لها إن لازم هنفتح بالطول، هندور هنشوف هنقدر نعمل إيه، نسبة كبيرة جدا نشيل الرحم. الناس دي كلامها صح ولا غلط؟ ده أول حاجة عاوز أقولها. ده الورم زي ما حضراتكم شايفين، ده الورم بضخامته ضغط على المثانة تكح تعطس، نضغط على المثانة ينزل البول أو البول ما نقدرش نتحكم فيه. ده الرحم مضغوط عليه جامد جدا، مش هنقدر إن يكون عندنا طلوع للحيوانات المنوية. نبص على البورد هنلاقي هنا الطبيعي بتاعنا إن ده الرحم، ده الرحم وده المهبل، الجماع بيحصل من هذا من هذه المنطقه، وبتبدا الحيوانات المنويه تطلع عشان تقابل البويضات اللي جايه من المبيض، تتقابله في قناه فالوب، تروح تمشي تتزرع في الرحم. ده عنق الرحم، خطر جدا ومهم جدا. لما الاقي ورم ليه في قافل منطقه عنق الرحم، اذا كل الحيوانات المنويه اللي المفروض تطلع هنا تلاقيها بتنزل في المهبل، ليش الحيوانات المنويه بتطلع لفوق خالص كلها بعد الجماع تلاقيها بتنزل، وبالتالي هتلاقي ان الورم ده كل شويه يضغط يضغط ويكبر. ليه؟ لانه بيتغذى من اكبر شرايين بتبقى موجوده في الجسم، واحده من اكبر الشرايين اللي بتبقى طالعه في منطقه الحوض اللي هو شريان الرحم او الشريان الرحمي اللي بيتغذى اللي بيغذي المنطقه ديت. فعشان كده دايما تلاقي البكا والالم، وتلاقي الست بتلف على اكتر من كذا دكتور، لان لازم هشيل الرحم او في خطوره شديده او هتنزفي جامد، لان الورم هنا بيتغذى من هذه المنطقه، وده الشريان الرئيسي اللي بيدي للرحم. فكده الحيوانات المنويه مش هتقدر تطلع، فيبقى عندي اعاقه في الخلفه، هيبقى عندي ده بيكبر يضغط على المستقيم من ورا، فيبدا يعمل ألم مع التبرز، أحيانا يكبر أكتر ويضغط على المثانة من قدام، يعمل دخول للحمام كل شوية. بعد ما كبر لمنطقة معينة، وهنا لو هنتصور إن عدت أي حيوانات منوية وحصل إن في بيبي اتكون، البيبي ده بقى عرضة للإجهاض، عرضة إلى إن وزنه يقل لأن الدورة الدموية اللي واصلة له قليلة، عرضة إلى إنه يحصل ولادة مبكرة، عرضة إلى إنه يحصل إجهاضات. الرعب اللي بتعيشه الستات ده كان لفترات انتهت. بقالنا اكتر من سنين عمر، من اكتر من حوالي 10 سنين او 12 سنه، وفي حالات موجوده وحطينا على اليوتيوب، ومن بدري لاورام بهذا الشكل 18 سنتي 17 سنتي 13 سنتي باحجام مختلفه، قدرنا بفضل ربنا وكرمه ان احنا نشيلها بالمنظار بدون اي فتح جراحي عند الست او الانسه او البنوته او المدام، عشان خاطر ما يبقاش فيه التصاقات، ونقلل معدلات الالتصاقات تماما. بدلا ما احنا نفتح وعندنا معدلات التصاقات 55%، لا احنا مبقاش عندنا التصاقات، ونقدر ان احنا نخلف طبيعي بشكل كويس، ونقدر ان احنا نحافظ على الرحم. وعرضنا كم من الحالات، حتى عرضنا العمليه ورينا الجرح وقوه الجرح، وصورناه مع الولاده، وحضروا ناس كتير في مستشفيات كتير، وبانت الولادات الجرح بتاعها بعد ما ولدنا، ومنتهى القوة في الرحم بفضل الله وكرمه وتوفيقه. شكرا.